السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء في الأسبوع السادس الحصة الأولى الصف الخامس درس في ظل صدقتي. كما تعودنا خطوات الدرس القرآن الكريم والحديث عرض الهدف ومناقشة التهيئة تبين مفهوم الصدقة وتذكر أنواعها والاستدلال عليها ثم التقييم الختامي. قال تعالى أولا القرآن الكريم ثم الحديث الشريف. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويقول في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه الإمام مسلم. التهيئة على ما تدل هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما جزاء من ينفق ماله في سبيل الله؟ وأولا على ما تدل هذه الآية ثم بين ما جزاء من ينفق ماله في سبيل الله. هيا بنا نشاهد. الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تفدي صاحبها من عذاب الله، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. ففي الحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كثيرة هي فضائل الصدقة، ورمضان هو شهر الإنفاق ومدرسة الجود والعطاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم واستحباب إكثار الجود في رمضان. وللصدقة أشكال كثيرة، منها تفطير الصائمين، سقي الماء، السعي على الأرامل واليتامى ومساعدة الأسر المحتاجة، بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هيا بين الآن فضائل الصدقة. مهمتك اليوم يا بطل هي
أن توضح أو يوضح المتعلم معنى الصدقة مبينا أنواعها، ثم يستنبط المتعلم فضائل الصدقة. أولا، تعريف الصدقة. الصدقة هي العطية أو الهبة التي يبتغى بها وجهه تعالى، وجه الله تعالى، والثواب منه، وهي تدل على صدق الإيمان بالله واليقين بأن الرزق بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. أنواع الصدقة: للصدقة ثلاثة أنواع: صدقة واجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، التي زكاة المال التي يخرجها المسلم على ماله كل عام أو كل حول، أما زكاة الفطر هي التي يخرجها المسلم كل عام في آخر الشهر في شهر رمضان. وهناك صدقة تطوعية وهو يحرص عليها المسلم في كل وقت، ليس لها وقت محدد ولكن يحرص عليها المسلم. زكاة الفطر، ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟ أولا، المراد بزكاة الفطر الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومه. حكمها واجبة على كل مسلم قائم. ما مقدار زكاة الفطر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري ومسلم. وتلزم على ولي الأمر وكل من وجب عليه نفقته. الصاع هو تقديره بالمقياس العصرية 3 كيلو جرام، ويكون تقدير قيمته. الصدقة التطوعية صدقة لها علاقة بالمال، تعطى لمستحقها كما في الآية الكريمة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الصدقة التطوعية صدقة ليس لها علاقة بالمال. بعض الأمثلة: الكلمة الطيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. إماطة الأذى عن الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. تبسمك في وجه أخيك المسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الربط بالقرآن الكريم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ما أثر الصدقة على الفرد والمجتمع؟ الربط بالواقع. ما أثر الصدقة على الفقير، على اليتيم، على المحتاج؟ ماذا وفرت دولة الإمارات للفقراء والمحتاجين في كل مكان، سواء كانوا على أرضها أو خارج أرض دولة الإمارات العربية المتحدة؟ التقييم الخدمي: سجل فيديو صوتي أو تسجيل صوتي حول تعريف الصدقة وأنواعها، واستدل عليها من الآيات الكريمة والقرآن الكريم، ثم قم بعمل هذا النشاط. الصدقة تعريفها، أنواعها، سواء كانت واجبة أو مستحبة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.